بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عطرة مباركة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة في هذه الحلقة من برنامج الدين والحياة، والتي نستمر معكم فيها على مدى ساعة إلا قليلة بمشيئة الله تعالى. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحايا الزملاء من إخراج هذه الحلقة، الزميل ماهر ناظرة، ومن استقبال وتنسيق المكالمات الزميل عبد المجيد الحربي، ومن الإخراج في استوديو الهوى الزميل مصطفى الصحفي. وتقبلوا أجمل تحية مني محدثكم وائل حمدان الصبحي. مستمعينا الكرام، في حلقات برنامجنا هذا من الدين والحياة نسعد بأن يكون ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو لجنة الإفتاء في القصيم. فضيلة الشيخ خالد، أهلا وسهلا، سلام عليكم وحياك الله، وكل عام وانت بخير، وتقبل الله منا ومنك صالح القول والعمل. حياك الله، أهلا وسهلا، وعليكم السلام وبركاته. أسأل الله لي ولكم القبول، وجعله الله تعالى عاما سعيدا مباركا عائدا على علينا بكل خير وبر يا رب العالمين. اللهم امين. حياك الله فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى سيكون حديثنا وعنواننا عن المداومة على العمل الصالح بعد مواسم الخير. مر بنا جميعا موسم شهر رمضان المبارك وأيامه الكريمة ولياليه الشريفة الفاضلة، وفي موسم رمضان أقبل المسلمون على العبادة وشمروا وجدوا في طاعة الله تبارك وتعالى وأبواب الخير وأعمال الصلاح كلها. لذلك وجب على المؤمن ألا يغفل بعد انتهاء شهر رمضان ومواسم الطاعة عن العبادة والذكر والطاعة، وأن يتذكر قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من هنا جاء حديثنا مستمعينا الكرام لهذا اليوم عن المداومة على العبادة وعلى العمل الصالح بعد مواسم الخير. نسعد بمشاركاتكم مستمعينا الكرام معنا عبر كتاباتكم في تويتر على حساب الإذاعة، سنقرأها بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. أيضا استفساراتكم عبر واتساب ورقم واتساب البرنامج. فضيلة الشيخ، أبدأ بالحديث معك عن موضوعنا هذا، عن المداومة على العمل الصالح. في البداية، ماذا ينبغي على المسلم فعله بعد انتهاء مواسم الخير والطاعة كموسم رمضان الذي انقضى قبل أيام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لك أخي وائل وللأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المسددين الموفقين المباركين في القول والعمل. هذه القضية التي تدور عليها كلماتنا في هذه الحلقة هي من المهمات التي ينبغي أن يليها يوليها كل واحد منا عناية واهتماما. عندما نتحدث عن العمل الصالح ودوام العمل الصالح، نحن نتحدث عن قضية أساسية رئيسية في حياة الإنسان، وذلك أن الله تعالى خلق الناس ليعبدوه، وأول نداء في القرآن كان موجها للناس بالأمر بعبادته وحده لا شريك له. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الأمر الإلهي الذي وجهه الله تعالى لكافة بني آدم، وهو خطاب عام لكل أحد، يبين أن المطلوب الأول من بني آدم في دنياهم تحقيق العبودية لله عز وجل. عندما نقول تحقيق العبودية لله عز وجل، فنحن نقصد بذلك أن يكون الإنسان في سره وإعلانه في ظاهره وباطنه على نحو مما يحبه الله تعالى ويرضاه، فليس ثمة خروج عن شرعه ولا محادة لأمره جل في علاه. والأمر المتعلق بهذه القضية يحقق غاية الوجود. الله تعالى خلق الناس ليعبدوه، قالت تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تعرف زمنا تقصر عليه ولا موسما تنحصر فيه،
إنما هي وظيفة العمر ومطلوبة من الإنسان في كل أحواله، في ليله ونهاره، في سره وإعلانه. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أهل التفسير: اعبد ربك دائما حتى يأتيك الموت. فاليقين هنا هو الموت كما قال ذلك أهل التفسير. والله تعالى لم يرضى من المؤمن عبادة وقتة وقت تنتهي به يقلع بعدها عن تحقيق العبودية لله، بل يقول الحسن البصري: ليس للمؤمن وقت ينتهي إليه حتى يأتيه الموت. والعجيب أن العبادة المأمور بها ليست مقتصرة على زمن، بل هي مع جاري الأنفاس. وهذا معنى يغيب عن الناس، لأن كثير من الأحيان عندما نذكر العبادة والطاعة فنحن يعني نتصور أن العبادة هي صلاة أو هي زكاة أو هي صوم أو هي حج، تنقضي العبادة بانقضائها. والواقع أن العبادة لا تنقضي بهذا، بل هذه عبادات وأنواع من الطاعات، إذا انتهى منها الإنسان فإنه يشرع في عبادة أخرى، ومنها ما يكون ملازما له أثناء هذه العبادات. يقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين، في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أدم الطاعة والعبادة دون فتور ولا انقطاع حتى يأتيك الموت. وفي الآية الأخرى في سورة الشرح يقول تعالى: واعبد ربك، يقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أي شيء، قال المفسرون: إذا فرغت من طاعة وعبادة فانصب في أخرى، صل العمل الصالح بعمل صالح آخر. ونحن عندما نستوعب أن المؤمن مع تردد نفسه هو عبد لله عز وجل بتوحيده الذي قر في قلبه، يتبين لنا أننا في كل أوقاتنا نحن عبيد لله عز وجل. يعني عندما يكون الإنسان محققا لتوحيد الله، منشرح الصدر بالإيمان بالله عز وجل، فإنه عابد لله بهذا الاعتقاد وبهذا اليقين الذي عمر قلبه بمحبة الله وتعظيمه. ولو لم يكن هناك عمل يمارسه من طاعة أو فعل مأمور به، لأنه ملتزم توحيده ومقر بخبره وما يجب الإيمان به من أصول الإيمان، وكذلك هو منتهن عما نهى الله تعالى عنه، فهو محتسب عند الله عز وجل اجتناب كل ما حرمه عليه من السرقة، من النظر المحرم، من الزنا، من أكل المال بالباطل، من عدم أداء الأمانة، من العقوق، كلها أعمال كف نفسه عنها احتسابا للأجر. فهو متعبد مع نبض عرقه ولحظ بصره وتردد نفسه. هذا المعنى يبين لنا كيف أن العبادة هي موضوع الحياة، وكيف أن العبادة لا يخلو عنها المؤمن في لحظة من اللحظات. ولهذا حتى ذاك الذي أصيب بما أصيب به من الأمراض التي حالت دونه ودون العمل الذي هو امتثال الطاعة، يجري عليه ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا ومقيما. يا أخي الكريم، أيها الأخوة والأخوات، إدراك أن ذاك الشخص الذي كان موحدا لله، عامرا قلبه بمحبة الله وتعظيمه، ومشتغلا بما فرضه الله عليه من الواجبات، هذا الشخص إذا فرضنا أنه أصيب بمرض غيب عقله كالجلطة على سبيل المثال، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يقينا وإياكم منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إذا أصيب بجلطة وغاب مدة
غيابه ولو امتدت سنوات هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأنه كل هذه المدة يجري عليه أجر ما كان يعمله صحيحا معافا سليما من توحيد الله، من الإيمان به جل في علاه والإيمان بما يجب الإيمان به، من الصلوات وسائر الطاعات التي تقرب إلى الله بفعلها في وقت صحته وسلامته، وأيضا بالأجر على ترك ما حرم عليه من المحرمات. لهذا العبادة ليست محصورة في رمضان ولا في ذي الحجة أو الحج ولا في موسم من المواسم، إنما هي مشروع العمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لهذا يبرز السؤال، طيب إذا كان هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يستحضر في شأن العبادة، فما ميزة هذه المواسم التي تكون فيها العبادات مندوبا إليها، تكون فيها العبادات لها من الفضائل ما ليس للعبادات في غيرها؟ صحيح فضيلة الشيخ، عفوا عن المقاطعة، يعني قد يقول قائل إذا كان المسلم مأمورا بالعمل والمداومة على العمل الصالح في كل وقته وفي كل حياته وطيلة عمره، إذن ما ميزة هذه المواسم التي تأتي، مواسم الطاعة، موسم شهر رمضان، العشر الأول من ذي الحجة وغيرها، ما ميزتها على سائر الأيام؟ هذا السؤال متبادر ويعني يحتاج إلى تنبيه إنه هذه المواسم هي منح، هي هبات وعطايا، هي رحمة من الله عز وجل بعباده أن أتاح لهم مواسم تتضاعف فيها أجورهم على العمل الصالح، يعانون فيها على ألوان من الطاعات والقرب، يتزودون فيها بخير زاد التقوى، يدخلون فيها موسما يعطون فيه حطا لخطاياهم وعفوا عن سيئاتهم وإكراما لهم بجزيل الأجر والثواب. إذن هذه المواسم أشبه ما هي منح، مواسم تجارة مع الله عز وجل، تزيد فيها الأرباح وتعظم فيها العطايا ويجزل الله تعالى فيها الهبات لعباده تنشيطا لهم وإعانة، فتكون أشبه ما يكون بمواسم استدراك لما فرط وحصل من تقصير أو قصور فيما مضى من الزمان، وهذا جانب التلافي لما كان من تقصير. الجانب الثاني التزود بالخيرات، وهنا تأتي المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه المواسم، من الإعانة على البر تفتح أبواب الجنة، الإعانة على ترك المعصية تغلق أبواب النيران، كف كل ما يكون سبب للتورط في السيئات تصفد أو تسلسل الشياطين، الدافع الذاتي للعمل الصالح في قلب العبد استجابة لنداء المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هي أشبه ما يكون بموسم يربي في الإنسان نفسه على الإقبال على الله، يعان فيه من ربه، يعطى فيه جزيل الأجر والثواب، يكف عنه ما يكون سببا لإشغاله وانشغاله عن طاعة ربه. لذلك في الحج الله عز وجل عندما ذكر التلبس بالحج وما يترتب عليه من أحكام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ثم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن هذه المواسم غرضها وغايتها الاستزادة من الخيرات، الاستكثار من تحقيق طاعة الرحمن جل في علاه، وليس معنى هذا أنه في غيرها يكون الإنسان غافلا أو بعيدا عن تحقيق الطاعة لرب العالمين. سؤالك في أول الحديث ما الذي يعني يستحضره المؤمن بعد انقضاء هذه المواسم؟ الذي يستحضره المؤمن بعد انقضاء هذه المواسم أنه تفضل الله عليه بمنة ونعمة وهي ألوان من العمل الصالح، فجدير به أن يحمد الله تعالى على ذلك،
فإنه والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما صمنا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا قمنا ولا أحسننا ولا قرأنا القرآن ولا فعلنا بقية صالح الأعمال التي فتح الله تعالى بها على كل واحد منا في هذا الموسم الكريم. فيجد الإنسان في قلبه شهودا لمنة الله عليه أن يسر له الصالحات، وجانب آخر أنه يحمد الله على ما فتح له من الطاعات، جانب آخر ومهم يلح على الله بالقبول ويسأله جل وعلا المزيد من فضله بأن يقبل ما كان من صالح عمله. إن استحضار هذه المعاني يفتح للإنسان أفقا في المستقبل، وهو أن يستزيد من الصالحات. فتح الله لك في الصالح، تقدمت إليه، اقتربت منه جل في علاه، تركت شيء من الخطايا والسيئات بما من الله به عليك في هذا الموسم المبارك، وفتح عليك بفتوحات الطاعة والإحسان. ينبغي أن تحافظ على هذه المكتسبات، ولهذا إدامة الحسنة هي من نعمة الله على عبده، لأن الحسنة تجلب أختها، فعنوان السعادة فعل الحسنات بعد الحسنات والمعافاة من السيئات. ولهذا كان من دلائل التوفيق وعلائم القبول أن يتبع الإنسان الحسنة حسنة، وإدامة الحسنة لو لم يكن فيها إلا أنها تذهب السيئة لكانت مكسبا، كيف وهي سبب للزيادة في الخير. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، إذهاب السيئات أي مغفرتها، إذهاب السيئات أي عدم التورط فيها، وهو الهداية التي ذكرها الله تعالى في قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وفي قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، والتي قال فيها ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني إذا فعلت أنا وأنت ما أمرنا الله تعالى به الآن لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من الأجر عظيمة. هذا كله في ما يجني الإنسان من امتثال الطاعة الحاضرة وفي المستقبل، ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا نحن بحاجة إلى استحضار هذه المعاني بعد موسم الطاعة، أننا بما يسر الله لنا من الطاعات وبما تعاملنا به من شهود منة الله علينا والفرح بنعمة الله فيما وفق من الصالحات وسؤال الله والإلحاح عليه أن يتقبل ما كان من صالح العمل، أن ذلك أيضا يتم بأن يتبع الإنسان الحسنة حسنة بعدها. وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه يا عبد الله عبد الله بن عمر لا تكون مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. الله أكبر، كان يقيم الليل فترك قيام الليل، لا تكون مثل فلان. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخف شيئا من الأيام، يعني بعمل وينقطع عنه في سائر العمر، فقالت لا، كان عمله ديمة. ومعنى ديمة أنه إذا عمل عملا أثبته، ودوام العمل الصالح هو من منة الله تعالى على أوليائه وأصفيائه. هذا عيسى بن مريم عليه السلام يقول وهو في المهد صبية إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، ثم انتبه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بدوام صلاح أعمالهم في شأن أشرف العبادات وأجلها وهي الصلاة، فقال الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مديمون لهذه العبادة الجليلة التي هي أهم العبادات والتي غيرها تبع لها، مديمون عليها في أوقاتها وشروطها ومكملون لها فيما يحقق رضا الله جل وعلا. فالمداومة على الطاعات
وعلى رأسها الصلاة من صفات عباد الله الموفقين. جميل. هذه معاني يستحضرها الإنسان ويسر بها ويسعد، فتعينه على مواصلة الخير والاستمرار في طريق البر والصلاح. جميل. فضيلة الشيخ، أيضا في هذا المعنى، في معنى المداومة على العمل الصالح، في الحديث الذي ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. في هذا الحديث دلالة على محبة الله تبارك وتعالى للمداومة على العمل الصالح، وإن دل على شيء فإنما يدل على فضل المداومة على العمل الصالح، ويجب على المسلم أن يداوم على هذه الأعمال الصالحة، خاصة بعد موسم مثل ما ذكرنا، موسم الطاعة والفضل والمنحة الإلهية، موسم شهر رمضان المبارك. هو بالتأكيد دوام العمل الصالح سنة نبوية، وفيه من الفضائل ما أشرت إلى بعض في ما تقدم من حديث وما تفضلت به من قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. إلا أن هذا لا يعني أن الإنسان يكون في اجتهاده على نفس المستوى الذي يكون في مثل العشر الأواخر من رمضان. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وجد وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا مخصوص بهذه الأيام. معناه أنه بعد ذلك حاله ليست كحاله في هذه الأيام على وجه الدوام، لكن كان صلى الله عليه وسلم مديما للعمل الصالح، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قيل له في طول قيامه صلى الله عليه وسلم وما يجده من مشقة ذلك بتورم قدميه وساقيه وتفطر قدميه أي تشققهما، فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لذلك دوام الطاعة مهم، وليست العبادات والطاعات محصورة في زمان دون زمان، بل هي في كل الزمان. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة إلى العمل الصالح، بل الله عز وجل يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، المسارعة أينما تكون لشيء يخشى فواته، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إدامة العمل الصالح جاءت النصوص متوافرة وكثيرة في الحث عليها والاجتهاد في الاستكثار منها لأجل ما فيها من خيرات الدنيا والآخرة، فهي صلاح القلوب وهي طمأنينة الأفئدة وهي سعادة الدنيا وهي فوز الآخرة. جميل. فضيلة الشيخ، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل أول في هذه الحلقة، بعدها سنكمل الحديث معكم عن الأسباب المعينة التي تساعد المسلم على الاستمرارية والمداومة على العمل الصالح بمشيئة الله تعالى. بعدها سنتكلم عن بعض الاستفسارات التي وصلت بخصوص صيام الست من شهر شوال، استفسارات عديدة عن صيام الست من شوال، لكن بمشيئة الله تعالى بعد الفاصل. مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل أول في هذه الحلقة، بعدها نعاود الحديث، فابقوا معنا. اصنع حياتك، برنامج اجتماعي تطويري يناقش مجموعة من الظواهر الاجتماعية والسلوكية الشائعة. اصنع حياتك يناقش بكل حلقة من حلقاته مهارة ويشرح كيفية العمل بها والتعود عليها، ويسعى بشكل إيجابي إلى بناء رؤية نموذجية. اصنع حياتك برنامج أسبوعي مع الدكتور عوض مرضاح. يأتيكم في الأوقات التالية: مباشرة يوم السبت عند الثانية ظهرا، ويعاد عند الثانية عشر منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة المباشرة من برنامج الدين والحياة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة،
والتي نتحدث فيها بعنوان المداومة على العمل الصالح. ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو لجنة الإفتاء في القصيم. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله. مرحبا بك يا أخي وائل، أهلا وسهلا. حياك الله. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن المداومة على العمل الصالح وفضل المداومة على العمل الصالح، وذكرنا أيضا مجموعة من النصوص القرآنية وعن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن فضيلة العمل الصالح، لكن نريد أن نتحدث عن الأسباب التي تعين المسلم على المداومة على العمل الصالح بعد شهر رمضان وبعد مواسم الخير والطاعة والمنح الإلهية بشكل عام. يعني هو الكلام المتقدم في ضرورة وأهمية العمل الصالح وأنه موضوع الحياة ومقصود الوجود وهو الذي من أجله خلق الله تعالى، سبب من أسباب إدامة العمل الصالح. نحن نديم العمل الصالح في كل لحظاتنا لأنه غاية وجودنا ومقصود خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نديم العمل الصالح لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نديم العمل الصالح لأن ذلك من أسباب سعادتنا وانشراح صدورنا وطمأنينة أفئدتنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نديم العمل الصالح لأن بالعمل الصالح ندرك الحياة الطيبة التي وعد الله تعالى بها من عمل صالحا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نديم العمل الصالح لأن ذلك سبب فوزنا في الآخرة. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون. وقال جل وعلا: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالفوز في الآخرة إنما هو بما يكون مع الإنسان من العمل الصالح. نديم العمل الصالح لأن العمل الصالح هو الذي سيرافقنا بعد موتنا، فبعد موتنا لن نخرج بمال، لن نخرج بجاه أو وظيفة أو منصب، لن نخرج بأصحاب أو أولاد أو زوجات أو عشيرة وأقارب، إنما نخرج بأعمالنا. جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. عملك هو قرينك، هو ما ستخرج به من هذه الدنيا، وأنت في غاية الضرورة إلى أن يكون عملك على وجه تسر به في لقاء ربك. يعني يوم القيامة تأتي والعمل قد أنيط في عنقك، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائرة، يعني عمله، في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فتحتاج إلى أن تستكثر من الصالحات حتى يكون ذلك موجبا لرفعة درجتك عند ربك ورضاه عنك. نشتغل بالعمل الصالح لأن الحياة فرصة، وإذا متنا انقطع عملنا، ولا سبيل إلى الزيادة في العمل بعد الموت إلا بما كان سببا تقدم في حياتنا. جاء ذلك فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. الله أكبر، انقطع عمله، عملك ينقطع لموتك إلا من ثلاث. هذه الثلاث كلها يجمعها أن سببها كان في حياة الإنسان، هي ثمار ونتائج عمل كان في الحياة امتد بعد موتك: علم نافع، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. وهذه ثمار ونتائج لعمل تقدم في حياتك. جميل.
يديم العمل الصالح، لأنه بالعمل الصالح تنشرح صدورنا. فالإنسان إذا اشتغل بالصالحات أفاض الله عليه من السعادة والبهجة والسرور والانشراح ما يكون عونا له على تجاوز ضغوط هذه الدنيا، كدر هذه الدنيا، ضيق هذه الدنيا. فإن العمل الصالح يوسع الإنسان ما باقى من دنياه. ولهذا كان الإعراض عن العمل الصالح موجب للضيق والكدر. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يديم العمل الصالح لأن العمل الصالح بركة على الإنسان في نفسه وبركة عليه في ذريته. واقرأ في ذلك قول الحق جل في علاه في قصة أصحاب في قصة موسى مع الخضر، لما جاء إلى القرية التي بنى فيها جدارا وكان قد امتنع أهله عن إطعامه، قال في 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 شأن بناء الجدار وتحته، وكان أبوهما صالحا، فكان صلاح الأبي موجبا لحفظ ذريته من بعده بما يسره من بناء السور الذي تهاوى، وكان قد حفظ فيه كنزا أو وضع فيه كنزا لولديه. جميل. هذه كلها أسباب توجب الاشتغال بالعمل الصالح. إذا سمحت لي أضيف سببا أخيرا، أن العمل الصالح نديمه لأنه حصن يقينا أعداءنا. كل واحد وين الأعداء؟ إحنا في حرب. الأعداء متنوعون. من أعظم الأعداء الذين يحصنك منهم عملك الصالح العدو الذي لا يفتر في عداوته هو الشيطان، الذي قال الله تعالى في شأنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالعمل الصالح حصن يحميك من أعدائك، من أعدائك من الشياطين، من أعدائك من الكائدين والباكرين، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، وأيضا يقيك الفتن ومضلاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتنة، كهجرة إليه، فهي صيانة ووقاية وحماية من أن تتورط في شيء من المضلات أو المزلات أو الفتن. نشتغل بالعمل الصالح لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ولابد. والإنسان لا يمكن أن يكون فارغا، إما أن يشتغل بصالح وخير، وإما أن يشتغل بفساد وشر. نديم العمل الصالح لأنه عندما نعجز عن العمل الصالح يثبت الله تعالى لنا أجر أعمالنا الصالحة، ونحن لم نعملها، لكن لأننا كنا نشتغل بها في وقت صحتنا، في وقت إقامتنا، في وقت نشاطنا، يثبت الله تعالى لنا ما كان في صحتنا وفي إقامتنا وقت وجود العذر الذي يشغلنا عن القيام بتلك العبادات. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذه جملة من الأسباب والمسوغات والحوافز التي تحفزنا أن نديم العمل الصالح وأن تكون أعمالنا الصالحة في كل أحياننا وأوقاتنا. جميل. فضيلة الشيخ، يعني سأخذ بعض المشاركات من الإخوة الكرام. هذا أبو عبد الله يسأل عن معنى الآية الكريمة عند قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل الاستقامة في الآية هنا تكون بمعنى المداومة؟ طبعا الاستقامة لا تكون إلا بمداومة، ولهذا نحن في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. يعني لو كانت الهداية والاستقامة لحظة لما احتجنا أن نسألها في اليوم في ركعات عديدة، أقل ما يكون 17 ركعة نقول اهدينا الصراط المستقيم، هذا في الفرائض غير النوافل.
فلا تكون استقامة إلا بدوامها، ولا تكون استقامة إلا باستمرارها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطروا إنه بما تعملون بصير. ومع أنه صلى الله عليه وسلم القائم بأمر ربه، لكن مع ذلك أمره بالاستقامة أي بإدامتها والثبات عليها والمواصلة في تحقيقها. فلا تكون استقامة إلا بدوام العمل الصالح. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالاستقامة ظاهرا وباطنا. اللهم آمين. أيضا فضيلة الشيخ، يعني السؤال عن الأيام الست، يعني مجموعة من الاستفسارات عن صيام ست أيام من شوال. لو أردنا أن نتحدث ابتداء فضيلة الشيخ من المداومة على العمل الصالح بعد شهر رمضان المبارك، وهذا المعنى قد يكون في أذهان كثير من الناس، وهو صيام ستة أيام من شهر شوال. أسألك عن مشروعية صيام الست من شهر شوال وعن فضلها، لأنه في يعني مجموعة من الاستفسارات تسأل أسئلة تتعلق بصيام الست من شهر شوال. صيام الست من شوال هو من العمل الصالح الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. وجاء بيانه في حديث ثوبان رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين وبه تكتمل السنة، أي من حيث الأجر والمثوبة. وهذه الستة أيام يدرك الإنسان فضيلتها بصيامها بعد رمضان في شهر شوال، سواء كانت في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، سواء كانت متتابعة أو كانت متفرقة، سواء صامها في الاثنين والخميس أو صامها في الأيام البيض فأدرك الفضيلتين، كل ذلك مما يتحقق به هذه السنة. وإذا كان هناك ما يمنعه من صيامها في شوال، إما لاشتغال بقضاء على سبيل المثال، أو لمرض أو لسفر أو لغير ذلك من الموانع، فصامها بعد رمضان أرجو أن يدرك الأجر بناء على ما دل عليه حديث ثوبان. لكن إن كان يتمكن من المبادرة إليها فإن المبادرة إليها أولى وأوضح وأظهر في إدراك السنة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. جميل. فضيلة الشيخ، أيضا هذا يدفعنا إلى سؤال عام، وهو هل يجوز تقديم التطوع على القضاء؟ يعني هذا السؤال عادة ما يطرح في صيام الست من شهر شوال، لأنه بعض الناس عليهم قضاء من صيام شهر رمضان المبارك، وبالتالي يكثر الإشكال عن تقديم صيام التطوع على صيام القضاء في شهر شوال. فيما يتعلق بأصل مسألة تقديم التطوع، الاشتغال بالتطوع قبل الفريضة، لا خلاف بين العلماء أن الأولى بالعابد المشتغل بطاعة الله عز وجل، الأولى بالإنسان أن يبدأ بما فرض الله تعالى عليه، هذا هو الأولى والأحرى به. وذلك أن الإنسان يشتغل بإبراء ذمته فيما فرض الله تعالى عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي الفرائض الواجبات، ثم تأتي بعد ذلك بالنوافل والمستحبات، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فيما يرويه عن ربه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فالأصل البداء بالفرائض وهو أعظم أجرا ومثوبة عند الله عز وجل من اشتغال بالنوافل. لكن لو أنه صام نفلا قبل الفريضة، مثل إنسان عليه خمسة أيام من رمضان وصام يوم عرفة بنية التطوع، جمهور العلماء على أن ذلك صحيح ويدرك به الفضيلة المتعلقة بصيام يوم عرفة. من أهل العلم هو مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح تقديم صوم التطوع على صوم الفرض، بل يجب البدء بالفرض ثم بعد ذلك يأتي بالتطوع. وبالتالي
هذه أصل المسألة. يأتي بعد ذلك مسألة صيام الستة التي ذكرتها أخي الكريم، هل يصلح أن يصوم الست قبل القضاء؟ الحديث فيه طبعا بناء على ما تقدم مذهب الحنابلة لا يصح أن يقدم صيام الست على القضاء، لأنهم يرون أنه لا يتطوع قبل الفريضة. الجمهور للعلماء من بقية المذاهب، بل حتى من الحنابلة للعلماء من ذلك في ذلك قولان. من أهل العلم من قال إنه يجب البداء بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قالوا ثم تفيد التعقيب والترتيب، وبالتالي إذا صام الست قبل القضاء لم يدرك الفضيلة. قال جماعة من أهل العلم إن صيام الست قبل القضاء تدرك به الفضيلة، لأن ثم هنا ليس المقصود بها التعقيب والترتيب الزمني، إنما المقصود بها التعقيب والترتيب الذكري، لأن رمضان يسبق شوال، ومن صام رمضان وأفطر بعض أيامه ثم قضاها في أيام أخرى فقد صام رمضان، فيدرك بذلك الفضيلة. وهذا ما ذهب إليه ابن المفلح من الحنابلة، وذهب إليه جماعات من أهل العلم في بقية المذاهب، والأمر في هذا واسع. الأصل أن يبادر الإنسان إلى القضاء، لكن لو أن أحدا صام الست قبل القضاء لكون القضاء كثير ثم بعد ذلك القضاء، فأرجو أن يدرك الفضيلة إن شاء الله تعالى. لكن إن تمكن من البداء بالقضاء ثم صيام الست فهو أولى وأجدر وأحرى. جميل. أيضا عندما تفضل فضيلة الشيخ، تفضل. أنا كنت أريد أن يعني أنبه إلى أنه يعني ما يتعلق بالست وما يتصل بها، لما نتحدث عن إدامة العمل الصالح فنحن نذكر صورة في الصوم، ولكن تلاوة القرآن، قيام الليل، المحافظة على الفرائض والعناية بها، ارتياد المساجد والرباط فيها، أعمال صالحة كثيرة، الإحسان والصدقة والجود الذي تعودت عليه النفوس أو اشتغلت به النفوس في زمن رمضان ينبغي أن لا ينقطع، فلا ينحصر فقط تنحصر أذهاننا فيما يتعلق بإدامة العمل الصالح إنها فقط في عمل محدد، بل هي في كل العمل الذي يقربنا إلى الله عز وجل. جميل. فضيلة الشيخ، يعني ذكرنا صيام الست من شوال لأنه عادة يكون هذا في أذهان الناس، أن مداومة العمل الصالح بعد شهر رمضان تكون بصيام الست من شوال، وبدليل أن يعني أغلب الاستفسارات تتعلق بصيام الست من شوال، وإلا فالأمر واسع في قضية المداومة على العمل الصالح بكل صنوف العبادة من قراءة للقرآن وصلاة وصدقة وإحسان وغيرها، كل هذه من العمل الصالح التي ينبغي على المسلم أن يداوم على العمل بها وفيها. أيضا فضيلة الشيخ، أيضا أبو أنس يسأل في قضية صيام الست من شوال عن الجمع بين النيتين، بين القضاء وصيام الست من شوال، أو صيام الست من شوال مثلا والأيام البيض. فيما يتعلق بالجمع بين القضاء والست لا يمكن أن يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، ففرق بين ستة من شوال، ففرق بين صيام رمضان وبين الست. وأيضا يؤكد هذا المعنى حديث ثوبان أنه قال صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بشهرين، فمعنى هذا أنه لما يصوم القضاء ستة أيام قضاء مثلا عليه صوم في شوال، فهو لم يصم ستا من شوال إنما صام رمضان، وبالتالي يبقى شهر، يبقى من السنة شهران لم يصم، لم يبلغ أجراهما بصيام الست. فلا يجتمع القضاء مع صيام الست على الصحيح، بمعنى أنه لما يصوم قضاء ما يجزئه عن صيام الست، إذا أراد أن يتحصل هذه الفضيلة فليصم ما عليه من قضاء ثم ليصم الست، أو إذا صام الست ثم صام ما عليه من قضاء، على نحو ما تقدم قبل قليل في بيان سؤال الأخ السائل. فيما يتصل بالجمع بين صيام الست و فضائل الصيام في الأشهر والأيام كصيام الاثنين مثلا والخميس
أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر بصيامها في البيض على سبيل المثال، كل ذلك يدركه. فإذا صام الاثنين والخميس أدرك فضيلتين، صيام ست مع صيام مع فضيلة صيام يوم الاثنين والخميس، إذا صامها في الأيام البيض أدرك فضيلة صيام ثلاثة أيام، فضيلة صيام ستة أيام أو ثلاثة أيام التي صامها مع صيام أيام البيض، يدرك الفضيلتين، ستة أيام فضيلة صيام ستة أيام من شوال وفضيلة صيام الأيام البيض. جميل فضيلة الشيخ، بودي أن نختم بنقطة أخيرة، وهي نريد أن نوجه نصيحة لمن أقلع عن الذنوب وتاب وأناب في شهر رمضان المبارك وفي موسم الطاعات، ثم بعد انتهاء شهر رمضان مثلا عاد إلى ما كان عليه وعاد إلى سيرته الأولى، ما هي النصيحة التي تقدم لمثل هؤلاء؟ نحن بحاجة إلى أن نعي أننا في هذه المواسم المباركة فتح الله تعالى علينا من أنواع الطاعة ما يسره في صيام وقيام وسائر صالح العمل. فمن المهم أن يحافظ الإنسان على هذه المكتسبات، والمحافظة على المكتسبات تكون بإدامة العمل الصالح، وتكون أيضا بالمحافظة على هذه الصالحات من أن تحبط أو تذهب، وذلك أو تنقص بما يكون من سيء العمل. ينبغي أن يحافظ الإنسان على حسناته، ويعرف أن العودة إلى السيئات بعد الصالح من العمل تنقض ما كان من خير تقدم به، كما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يحرص الإنسان على إدامة العمل الصالح، على الاستغفار، لا يعني أن يكون معصوما بعد رمضان أو بعد العمل الصالح، إنما المقصود أن يجتهد في التخفف من السيئات، البعد عن الخطايا، عدم الرجوع إلى ما تاب منه من الذنوب. فإن زلت به قدم أو وقع في خطأ فليبادر العودة والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. أختم بقضية مهمة، وهي أنه بعض الناس يقول ساعة وساعة، كما جاء في الحديث أن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، حتى يعني كأننا حتى كأن رأي عين، أي نراها بأعيننا. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قوله يا حنظلة ساعة وساعة، ليس المقصود ساعة طاعة وساعة معصية، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن بالمعصية، إنما حنظلة يذكر شيئا طبيعيا في النفوس، وهو أنه في وقت الذكر، وقت النشاط، وقت المواسم البرية يكون هناك إقبال ونشاط. هذا الإقبال والنشاط قد يفتر في وقت أو في زمن، هذا الفتور لا يلام عليه الإنسان ما لم يوقعه في معصية وخطيئة، عند ذلك لابد أن يتوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، يعني ارتفاع، ولكل عمل فترة، يعني ضعف ونقص. فمن كانت فترته، يعني فترة نقصانه إلى سنته، يعني لم يخرج عما شرع الله عز وجل من الواجبات، لم يقع في المحرمات، فقد هدي. ولذلك أنا أقول لإخواني وأخواتي: ساعة وساعة حقيقة، نحن بحاجة إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا تكون الساعة طاعة والأخرى معصية، بل ساعة طاعة وساعة بما تقتضيه النفس من أن يقل النشاط عن الطاعة، لا أن يتورط في الخطأ والمعصية. أسأل الله أن يستعملني ويقف في طاعته، وأن يعيننا على ما يحب ويرضى. اللهم أمين. شكر الله لك فضيلة الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو لجنة الإفتاء في القصيم، شكر الله لك وكتب الله أجرك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. الله يحفظكم، وأنا أشكرك وأشكر الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يحفظ بلادنا وولاتنا وجنودنا الذين يحرصون أمننا ويدافعون عن حدودنا. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.